بريس. في سيت الصباح نيوز تقرأ سيدي بوزيد أهالي عين جفال يغادرون منازلهم خوفا من الإرهابيين. عدد من أهالي منطقة عين مدور من معتمدية جلمة التابعة لولاية سيدي بوزيد تجمعوا وقرروا باش يباتوا في المدرسة الابتدائية بالجهة خوفا من اعتداءات الإرهابيين. وحسب إفادة عدد من المواطنين قالوا لهم شافوا بعض المشتبه في كونهم إرهابيين يوصل عددهم 5 أفراد يدوروا ويحوموا قرب المكان اللي صارت فيه حادثة مهاجمة واحد من متساكنين في الجهة ومحاولة اختطافه نهار قبل. بعد هذه تعزيزات من الجيش الوطني ووصلت للمكان لتأمين وحفظ سلامة المواطنين بعد الحركة هذه وبعد ما مشوا هما باش يباتوا في المدرسة. مش بعيد على الموضوع هذه في نفس الإطار تقرأوا في نفس الموقع في زغوان الاشتباه في وجود إرهابيين بجبل أم الأبواب بالفحص. البارح زوز أشخاص ملثمين اتصلوا بتلميذ في مدرسة أم الأبواب بمعتمدية الفحص وعطوه قنبلة يدوية وطلبوا منه تفجيرها في المدرسة وهدوه بالقتل إذا ما نفذش الطلب متاحه. التلميذ خاف وبعد ما بعد عليهم خلى القنبلة في الطريق وهرب. وبعد إعلام الحرس الوطني تحولت فرقة أمنية على عين المكان وقام الأعوان بتفتيش مكان القنبلة اللي دلهم عليه التلميذ إلا أنهم ما لقوا حتى شيء. نضيف لهذه حكاية التلميذة المتداولة وأنباء على تعرضها تعرضوا لها زوز في الطريق وهي راجعة من الليسي زوز أشخاص وحاولوا إغراءها باش تمشي تجاهد بين ظفرين في سوريا. اليوم وكأنه علاش حكيت على هذا الكل وكأنه ثم حملة ممنهجة من هالإرهابيين هذوما لبث الخوف والرعب في أوساط المتساكنين خاصة في المناطق المحاذية للجبال اللي تحتمي فيها المجموعات الإرهابية هذه. الحكاية ماهيش جديدة نتفكر الكل شنو يصير في الكيف منذ مدة يهبطوا المجموعات الإرهابية هذوما ويفكوا المؤونة ويدخلوا للديار ويفكوا المؤونة للسكان. حكاية كما قلت ماهيش جديدة أما اللي نتسألوا عليه اليوم علاش ما نوفروا الحماية للمتساكنين في المناطق هذه إلا ما تصير الكارثة. يا أخي ما نعرفش معناتها كاينه ما فماش إرادة للقضاء على الإرهاب في تونس في المناطق هذه خاصة ما يزيش ما نمشيوش للضحايا وقت اللي يموتوا ويستشهدوا في بلادنا زيدنا نساوهم ونساو أهليهم حتى في أبسط حاجة وهي الحماية. كتعليق علي كنت نقرأكم هذه الكل في بابنات تقرأوا صورة اليوم حبيب السيد ونعمان الفهري يتسابقان لمصافحة راشد الغنوشي في إطار مشاركتهم في منتدى ICT فورال اللي تنظم وزارة تكنولوجيا الاتصال في الحمامات واللي حضروا فيه العديد من الشخصيات السياسية وممثلي عدد من الدول. تصوير أدارت البارح برش على الانترنت يظهر فيها رئيس الحكومة السيد الحبيب السيد ووزير تكنولوجيا الاتصالات السيد نعمان الفهري الزوز مديني ليهم باش يسلموا على رئيس حركة النهضة السيد راشد الغنوشي في نفس الوقت وكأنه يتنافسوا شكون يسلم عليه قبل الاخ. المشكل في هذا اللي واحد مديدو الاخر يدو قاعدة في التسلل في هذه نتسابقوا ونكونوا لولانين شكون منا باش يسلم على الشيخ في غياب الأبسط البروتوكولات والعالم يتفرج ويصور في رئيس حكومة الدولة يدو قاعدة ممدودة في التسلل والوزير يجري باش يسلم على الشيخ راشد الغنوشي. كما قلت في هذه نتسابقوا ونجري وباش نسلموا أما يد الزوال الممدودة عندها سنوات وسنوات ممدودة لطلب الحيمة ممدودة لطلب الأبسط مقاومات العيش تقعد ممدودة وما يشدها حتى حد وما يتفكرها حد إلا ما تحكي عليها وسائل الإعلام ولا ما يصير المكروه لا قدر الله. سيدي رئيس الحكومة سيدي الوزير يسلم يديكم وقتش باش تمدوها انتم للشعب وما نعرفش معناتها اسكو باش تتسابقوا باش تمدوها ولا لا. Revue de presse. اسمه مزيان.